وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة إجلال بوبشيت عضو مجلس الشورى. مرحبا بك معنا في هذه النشرة. وبداية، حملت الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم للقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى مضامين عدة، أكدت على أهمية العمل المشترك لتحقيق غايات نبيلة لصالح الدول والشعوب. فما هي قراءتك لهذه المضامين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. بداية أشكر لكم هذه الاستضافة الهاتفية. بشأن ما تضمنته الكلمة السامية للقاء التشاوري 18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، عودنا جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على شمولية مضامين كلماته السامية ورسائله الموجهة المناسبة حسب الحدث والموقع. فجاء التأكيد على الوحدة والروابط التاريخية الراسخة واستمرار العلاقات والتعاون والمنصبة في سبيل تعزيز التنمية وحفظ السلام ومبادئ التسامح. ثانيا، النهضة الاجتماعية المستدامة بالشراكة القوية لمواجهة الإرهاب وإنهاء الحروب والنزاعات وحفظ سياسة الدول وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية. ثم أهمية التنسيق السياسي بين الدول، تحقيق الالتزامات الدولية في مجالات التنمية المستدامة من تجارة، طاقة، صحة وتعليم ورياضة وسياحة وبيئة وغيرها. كما جاء رفع المستويات التعاون المشترك والتشاور الاستراتيجي السياسي، والذي سينعكس على إيجاد حلول دبلوماسية وسلمية لإنهاء الحروب وحل الخلافات والنزاعات. وأخيرا، وكما عودنا جلالته، فإن القضية الفلسطينية دائما ما تحظى بأولوياته، وضرورة الإسراع لإيجاد السلام الدائم والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واختتم جلالته بالثناء والإشادة على المواقف والجهود الاستثنائية التي دائما تبذلها الشقيقة المملكة العربية السعودية لتعزيز التقارب وضمان استقرار العلاقات بين الدول. نعم، سعادة السيدة إجلال بوبشيت عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.